بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وتعالوا نتقابل مع بعض في اخر بارت من بارتس اوف ريفيجن لجريد 4. وان شاء الله في البارت ده هنخلص الاسئله كلها اللي ممكن تيجي لنا في الامتحان. وطبعا احنا عاملين كشكول وشاطرين وبنجاوب الاسئله دي كلها. السؤال تكتبه وتكتب تحتيه اجابته، وانا هقول لك الاجابات كلها. سؤال نمبر 4 ممكن يجي لي في الامتحان ازاي؟ ممكن يجيب لي في الامتحان سؤال اسمه واتس مينت باي، ايه المقصود بيه، ايه المقصود بالحكايه دي. هو هيجيب لي سؤال او يقول لي معلومه، والمعلومه دي عاوزني اقول له معنى كده ايه. يعني نمبر 1 رايزنج تمبريتشر اوف بيس اوف ايس، لو انا جبت حته تلج، لو انا جبت حته تلج وقمت رايزنج اتس تمبريتشر، رايزنج تمبريتشر يعني رفعت درجه حرارتها. لو انت جبت حته كده تلج وحطيتها على النار، ايه اللي هيحصل؟ اكيد اكيد هتسيح وهتتحول لميه. فانا هقول له الاجابه دي، بس طبعا هقولها له بالانجلش. يبقى هقول له it melts and it changes into water. يبقى لو قال لي what happened، ايه اللي هيحصل لما سيح، لما احط ارفع درجه حراره التلج او ايس، يبقى it melts and it changes into water. السؤال الثاني بيقول لي ايه اللي هيحصل putting glass full of water، full of water مليانه of water in freezer for 24 hours، يعني ال 24 ساعه. فاكرين لما قلنا ان هي هيحصل لها explosion؟ يبقى احنا نقول it explodes، دي هتنفجر. ده مثال لاسئله الوات هابن وين، وده ما بيجيش كتير، بس لو جالك هيجي لك واحد من السؤالين دول، او يعني اسئله شبه كده تتوقع الاجابه ايه، يعني تفكر معاه وتقول له ايه الاجابه. تعالوا بقى ايه ناخد سؤال كده حلو بيجي في الامتحان ساعات، يقول لك روز اود وورد، ايه الكلمه الغريبه في الاسئله دي. يعني الاسئله دي جايب لي اربع اسئله وعاوز يعرف الكلمه الغريبه اللي محطوطه في وسط دول. المنيوم، ميركوري، ايرن، سلفر. المنيوم ده سوليد ميتال، ميركوري ده ليكويد ميتال، ايرن ده سوليد ميتال، السلفر ده سوليد نون ميتال. يبقى مين النون ميتال اللي فيهم؟ هو السلفر. يبقى الكلمه الغريبه في دول هي السلفر، لان كلهم ميتال اما السلفر نون ميتال. طب ممكن واحد تاني يقول لي يا مستر، طب ما هو ده الميركوري ده احنا عارفين ان هو ليكويد وكل دول سوليد، يبقى ممكن برضه اقول له ان الميركوري هي الكلمه الايه الغريبه. بس خلينا نتفق ان كلهم ميتال ما عدا السلفر از نون ميتال. هو عاوزك تعمل له خط كده. طيب برومين، ايرن، فوسفورس، سلفر. سلفر ده نون ميتال، الفوسفورس نون ميتال، البرومين نون ميتال، ليكويد نون ميتال. يبقى الايرن هو الكلمه الغريبه، سوري الايرن هو الكلمه الغريبه لان هو ميتال. ميركوري سوري المونيوم، ميركوري، ايرن، كوبر. احنا عارفين ان الكوبر ده سوليد ميتال، الايرن سوليد ميتال، الالومنيوم سوليد ميتال. يبقى الميركوري هو السوليد ليكويد، سوري ميتال وليكويد في نفس الوقت، ميتال وليكويد. فهو الميركوري هو الكلمه الغريبه لان هو ليكويد. طيب بيقول لي كاربون ده سوليد نون ميتال، برومين ده ليكويد نون ميتال، فوسفورس ده سوليد نون ميتال، سلفر سوليد نون ميتال. يبقى البرومين، لان البرومين ده ليكويد نون ميتال. سؤال سهل جدا على ما اظن، الاجابات اهي علشان اللي عاوز ينقلها. يبقى سلفر، ايرن، ميركوري، برومين. وادي الاسئله عندي اهي، اللي عاوز ايه يكتبها ويكتب اجابتها. تعالوا بقى ناخد سؤال تاني، ممكن يقول لي كومبير بتوين ويجيب لي جدول وعاوزني اكمل. بارت بوينت اوف كومباريزون، هنا سوليد وليكويد وجاز، عاوزني اكتب له هنا ايه الميزه اللي بتميز السوليد وايه الميزه اللي بتميز الليكويد وايه الميزه اللي بتميز الجاز. احنا عندنا الفوليوم والشيب. سوليد ده هاف ديفينيت ديفينيت فوليوم اند ديفينيت شيب، اما الليكويد ليه ديفينيت فوليوم اما انديفينيت شيب، اما ده انديفينيت وانديفينيت. تعالوا نشوف الاجابه كده اهو، اهو الجدول زي ما احنا عارفين. السوليد ليه ديفينيت وليه ديفينيت شيب، اما ده ليه ديفينيت الليكويد ليه ديفينيت فوليوم وان ديفينيت شيب،
الغاز ليه indefinite volume and indefinite shape. indefinite volume and indefinite shape. سؤال تاني، الميلتنج بروسيس والفريزنج بروسيس والايفابوريشن بروسيس والكوندنسيشن بروسيس، مش شرط في الامتحان يجيبهم لي كلهم، ممكن يجيب لي واحد او اتنين منهم يعني. بيتحول from A into A by A. احنا عارفين الميلتنج والفريزنج، الميلتنج سوري الميلتنج والكوندنسيشن والايفابوريشن والفريزنج، دول كلهم بروسيسز بتتحول حاجات من حاجه لحاجه. طيب الميلتنج بتحول ايه لايه؟ الميلتنج حاجه بسيحها، يبقى من سوليد لليكويد. بيحصل ايه عشان اعمل كده؟ بيحصل هيتنج، يبقى من سوليد لليكويد باي هيتنج. اوكي، طب الفريزنج من ليكويد لسوليد باي كولينج، بحطها في الفريزر، تفتكرها دايما بالكولينج. الايفابوريشن، الايفابوريشن بسخن الحاجه جدا، يبقى باي هيتنج وبحول الليكويد لجاز. الجدول ده يتحفظ صم. الكوندنسيشن حاجه بكثفها، يعني بخار بخليه ميه، يبقى من جاز لليكويد باي كولينج. تعالوا ناخد سؤال تاني. السؤال التاني جايب لي جدول وعاوزني اكمل، جايب لي مقارنه بين الميتلز اند نون ميتال. وعلى فكره انا عاوزكم تحفظوا المقارنه دي على الغايب كده، يعني تكتبوها وتحفظوها صم. هافينج لاستر، الميتال ليها لاستر؟ اه ليها لاستر. اما دي doesn't have luster. انت مش في الامتحان مش هتكتب له صح وغلط، انت في الامتحان هتجاوب كده، هتقول له having shiny، اللاستر بتاعها shiny ماشي، او ليها لاستر. اما دي don't have luster. الالكتريك كوندكتيفيتي، احنا عارفين المتر بتوصل good conductor، اما دي bad conductor of electricity، وتقول له accept الكربون، لان الكربون بيوصل الحراره. heat conductivity، احنا عارفين الميتال بتوصل اما النون ميتال ما بتوصلش. طيب الميلابيلتي او الدكتايل، المرونه، نقدر نعمل له دكتايل او ميلابيل يعني مرنه، نقدر نعمل له اعاده تشكيل، اما ده ما نقدرش نعمل له اعاده تشكيل. النون ميتال بويلنج بوينت هاي، النون ميتال لو، ستيت اوف روم تمبريتشر، دي اول سوليد، الميتال اول سوليد اكسبت الميركوري از ليكويد. اما النون ميتال ممكن تكون سوليد، مي بي سوليد، maybe liquid maybe gas. لو solid زي الكربون، البرومين non metal liquid، اما الغاز زي الاكسجين. الاكزامبل على الميتال، الكبر والايرن، الكلمه دي غلط، هي المفروض كبر، ايرن وكبر المونيوم. اما مثال على النون ميتال زي السلفر والكربون والبرومين والاكسجين والحاجات كتير. تعالوا بقى ناخد سؤال تاني حلو كده اسمه ترو اور فولس. هقول لك جمله وتقول لي دي صح ولا غلط. سنسيتيف فالانس، اللي هو الميزان الحساس اللي كان بيستخدم في الجولد والحاجات دي، از يوزد تو ميجر ذا ماس اوف جيوليز، يعني بيستخدم للحاجات اللي خلي بالك السؤال ده قبل ما تجاوب اقرا السؤال كويس، بوت ترو اور فولس اند كوريكت ذا رونج انسر او ذا رونج سنتنس. لازم لو الجملة غلط تكتب لي الإجابة الصح، تقول لي إيه اللي غلط وتصححه. فهو أول واحد ما تنساش إن أنت لازم تصحح، ما تنساش إن أنت لازم تصحح. أنا قلت لك أهو. Sensitive balance is used to measure the mass of jewels. دي إجابة صح. The graduated ruler، في حاجة اسمها graduated ruler، is used to measure ذا ماس، الرولر بنستخدمها للماس؟ لا طبعا. الاجابه فولز، ومش ميجر الماس، لا ميجر اللنس. طيب جراديويت التاب، التاب از يوزد تو ميجر ذا ماس، ماس اوف فروتس، لا اوف فروتس اند فيجيتابلز، لا يبقى مش الجراديويت التاب بقى، ده بيبقى الكومن بالانس. يبقى هحط له خط هنا كده في الامتحان بقى، هقوم اعمل له كده اجابه السؤال ده فولس، واقوم حاطط له خط هنا واكتب له كومن بالانس ماشي. كربون اند سلفر هاف نوت لاستر، دول مالهمش بريق، الكربون نون ميتال والسلفر نون ميتال، تبقى الاجابه بتاعتي ترو. On rising temperature of piece of wax، wax يعني صلصال او طين او حاجات كده، it melts، اللي هو الشمع يعني، عارفين الشمع؟ melts، دي اجابه صح.
فريزر از نوت تشينج اوف سوليد ماتر تو ليكويد ستيت. الفريزنج عمليه التبريد التجميد از تشينج سوليد ماتر انتو ليكويد ستيت، لا هي العكس، هي الليكويد تو سوليد، ليكويد تو سوليد. تعالوا نشوف الاجابه نمبر 6 دي في الاجابات اهي. فريزنج او كاتب له الجمله مظبوطه كلها، فريزنج از تشينجز اوف ليكويد ماتر تو سوليد ستيت. يبقى هي لو غلط الاجابه، لو غلط بكتب له الاجابه الصح كلها. On decreasing the temperature of water vapor it condenses. Condenses يعني بيحصل لها عمليه condensation. True دي اجابه صح. All metals are solid elements in normal temperature except البرومين. لا البرومين ده non metal. ماشي. It's liquid it's a liquid element. لا هي مش البرومين، هي الميركوري. يبقى انا هعمل له كده غلط واقول له لا هي الميركوري. تعالوا نشوف الاجابه مكتوبه ازاي اهو. اقول له except الميركوري. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. Liquid matter have definite shape and definite volume. احنا خلاص حفظنا ال الليكويد ليه indefinite shape and definite volume. اقول له هنا indefinite يبقى الاجابه دي false. Solid are changing their shape and volume according to their containers. لا دي الليكويد. Sulfur is not metal element and good conductor if of electricity. لا ال السلفر non metal بس هي bad conductor of electricity. تعالوا نشوف الاجابات دي. الاجابات قدامك اهو، اللي عاوز ايه يعرفها. وممكن نعدل على فكره الاجابه، يعني ممكن يكون ليها كذا اجابه. يعني هو هنا عمل ايه؟ قال لك لا ده الكربون هو اللي non metal وليه كذا، وممكن اسيب السلفر واقوم قايل له ايه؟ ده bad conductor. يعني هي ليها كذا اجابه. تعالوا نشوف باقي الاسئله. Graduated ruler is used to determine the volume of irregular small stone. لا الريجولر بستخدم له الجراديويتد سلندر، ما بستخدملوش الجراديويتد رولر. The mass of equal volumes of different materials is equal. لا طبعا not equal، وخدنا الكلام ده كتير. The condensation is the change of matter from liquid state into solid state. لا من الفيبور للليكويد. The metal طبعا ده كله غلط. ماشي برضو اخر واحده دي غلط. The metal are the simplest form of matter found on it. لا هي مش الميتلز، هي الاليمنت. اول ما تشوف simplest form هو بيكلمك عن كلمه elements. تعالوا نشوف الاجابات اللي عاوز يكتبها. الاجابات كلها هي طبعا انت هتنقلوا لي الاسئله وتنقلوا لي الاجابات، واللي مش عارف حاجه يبعتها. اخر سؤال عندنا ونكون خلصنا الريفيجن. بيقول لي واتس مينت باي. واتس مينت باي هو عاوزك تكتب له اللي انت تعرفه عن الحاجات دي. فهو بيسالني تعرف ايه عن الميتال، عن الميلتنج، وده سؤال صعب يجي بس ممكن يعني يجي. تعرف ايه عن الميلتنج، وتعرف ايه عن الماس، وتعرف ايه عن الميتالز. تعالوا نقرا مع بعض الحاجات دي بنقول فيها ايه. الميلتنج ذا تشينج اوف ماتر فروم سوليد ستيت تو ليكويد ستيت باي هيتنج. اما الماس هي ذا اماونت اوف ماتر ان ان اوبجكت، وشرحنا ده كتير جدا. The metals ايه هي؟ solid elements except mercury هو liquid have high melting and boiling points have ability to conduct heat and have ability to induct the electricity can be bent hammered and have luster ليها بريق. دي اجابات اخر سؤال، وكده احنا جاوبنا على كل الاسئله. انا مش هحط لكم الملزمه على الجروب، لازم انت تتفرج على الفيديو تاني وتكتب السؤال وتكتب الإجابة وتتفرج على أول فيديو تاني وتتابع الأسئلة كلها. لازم تعرفوا إن الحاجات دي مبذول فيها مجهود رهيب، ولازم أنت كل ما تتعب أكتر كل ما هتنجح أكتر وهتجيب درجة أحسن. أتمنى إن المراجعة تكون جميلة وتخشوا الامتحان إن شاء الله تحلوا على الأسئلة كلها وتجاوب على الاسئله كلها صح. اي حد عنده سؤال صعب يبعته لي وانا ان شاء الله هذاكره معاكم، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية نكمل المنهج باذن الله، ونراجع المراجعات ان شاء الله النهائيه مع بعض، وهنحل امتحانات وهنعمل كل حاجه. بس اوعدوني ان انتوا تذاكروا مذاكره جميله وسهله.
متشكر ان انتوا بتذاكروا وانا عارف ان انتوا شاطرين جدا. نتقابل في فيديوهات تانية كتيرة بإذن الله. كنت معاكم مستر أحمد الباشا، باي باي.